لن يمر ذكر عام 2022 إلا بذكر استضافة قطر لمونديال كأس العالم، البطولة الأهم في عالم كرة القدم، المنطقة الواقعة في قلب صراع الحضارات والصدامات. ها هي مرة أخرى في قلب صراع آخر كروي، هذه المرة لم تخفف حرارته أنه أجري شتاء على غير العادة. وعلى مستوى الجدل والتميز الذي رافق البطولة، كان مجرى المباريات التي شهدت مفاجآت وإقصاء للكبار في مراحل مبكرة لتنتهي بفوز الأرجنتين بالكأس بعد حرمان طال 3 عقود ونيف. ومن بطولة إلى أخرى يتواصل المخاض الكروي في المنطقة، فكما السندباد الذي هام في بقاع الأرض ثم عاد إلى العراق، ها هو كأس الخليج العربي يعود بعد 5 عقود إلا 7 سنين من الإبحار. النسخة 25 لا تقل تميزا هي الأخرى، بداية تليق بالعام الجديد، وتزينت لها مدينة البصرة بملعبين حديثين لتدور رحى البطولة فيهما، بطولة لها مكان خاص في قلوب الخليجيين ولها في نفوس العراقيين أثر كبير بعد عزله.